السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين، نستهلها بأبرز العناوين. مجلس الشورى والتنمية السياسية ينظمان محاضرة في تشريعات القطاع الصحي. شرطة المحرق تستحدث منصات إلكترونية للتوعية والرد على استفسارات المواطنين والمقيمين. و135 ألف بحريني يستفيدون من دعم الكهرباء بمسكنهم الأول. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. نظم مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة إلكترونية بعنوان تشريعات القطاع الصحي ودور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في الرقابة والتنظيم. قدمتها سعادة الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال المحاضرة استعرضت الدكتورة الجلاهمة تشريعات القطاع الصحي ودور الهيئة في الرقابة والتنظيم. إلى جانب ذلك أكدت الدكتورة الجلاهمة على الدور الرقابي للهيئة وسعيها لتوفير مؤسسات صحية منظمة وملتزمة من خلال ضمان توفر الاشتراطات والمعايير عند ترخيص المؤسسات وتوفر المؤهل العلمي والخبرة عند ترخيص المهنيين، إضافة إلى ضمان توفر دواء آمن وبأسعار في متناول الجميع عند ترخيص الدواء وتسعيره وسلامة المعدات والأجهزة الطبية عند ترخيصها. كما تم استعراض القوانين المقترح تعديلها للمرحلة القادمة والتي تم رفعها للمجلس الأعلى للصحة، وعملت على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وقانون الصيدلة. تشرفت بإلقاء مشاركة في ندوة تم تنظيمها من قبل معهد التنمية السياسية وأمانة مجلس الشورى بإلقاء محاضرة على أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى حول دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في الرقابة على القطاع الخاص وما هي التشريعات اللي تنظم عملنا. فتطرقنا إلى التعريف بالهيئة ومهامها المختلفة واللي تعتبر مميزة في مملكة البحرين، أن كل ما يتعلق بتنظيم القطاع الصحي تحت سقف واحد وتحت هيئة واحدة، هيئة مستقلة تتبع المجلس الأعلى للصحة. ثم تطرقنا إلى مهامها، وبعد ذلك تم استعراض عدد من الإحصائيات المتعلقة بالوضع القائم لمؤسسات الرعاية الصحية والمهنيين والأدوية والأجهزة الطبية وكيف تقوم الهيئة بالتحقيق في الشكاوى والأخطاء الطبية. وأيضا تم التطرق إلى ما هي أهم القوانين اللي راح تشهد تعديل في المرحلة القادمة، مثل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وقانون الصيدلة. والحقيقة الأمر يعني كانت فرصة أن الهيئة تستعرض ما هي الأدوار اللي تقوم فيها، ونتشاور مع مجلس الشورى في كيفية التعاون في هذا المجال، خصوصا أنه مجلس تشريعي والهيئة كل قوانينها تتعلق بالمجلس التشريعي. وكان فعلا تساؤلات مهمة من الأعضاء وقدرنا نجاوب على كل التساؤلات وبعض المقترحات الجيدة، فالحمد لله فرصة طيبة، ونشكر معهد التنمية السياسية وأمانة المجلس على هذا الفرصة. صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بأن المديرية استحدثت منصات إلكترونية في عدد من الأماكن العامة بمحافظة المحرق، وذلك للتوعية والرد على استفسارات وملاحظات السادة المواطنين والمقيمين عبر تقنية الاتصال المرئي والمباشر بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية، حيث تستعرض هذه المنصة الإلكترونية أهم التعليمات الأمنية والقانونية بالإضافة إلى الرد على أسئلة الجمهور واستفساراته بما في ذلك المتعلقة بفيروس كورونا والجهود المبذولة للحد من انتشاره، وذلك من خلال منتسبي غرفة العمليات بالمديرية الذين يقومون بالرد على الجمهور بشكل مباشر. وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق أن المديرية تحرص على توزيع المطويات التثقيفية وبعدة لغات على المواطنين والمقيمين تشمل التعريف بفيروس كورونا وطرق انتشاره، إلى جانب التدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها للوقاية منه.
بدأت الحكومة يوم أمس بالتكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول للفترة من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر المقبل، بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، حيث يبلغ عدد البحرينيين المستفيدين من هذا الدعم 135 ألف حساب بحريني. ويأتي هذا الدعم تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا كوفيد-19 على المستوى المحلي، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. المرور تنفذ حملات توعية لمستخدمي الدراجات الهوائية بلغة مختلفة. قرر الفريق الوطني للأطباء للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 خفض مدة الحجر المنزلي الاحترازي من 14 يوما إلى 10 أيام للمسافرين والمخلطين، وذلك في إطار وقوف الفريق على تطورات الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس ومتابعة تنفيذ الخطط المعدة بما يتناسب احتياجات كل مرحلة في هذا الإطار بعدة دراسة مستفيدة. وجاء ذلك خلال اجتماع الفريق الوطني برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة لمناقشة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها بما يتماشى مع المستجدات العالمية للفيروس. تسلمت محافظة العاصمة شحنة من أقنعة الوجه الواقية مرسلة من جمهورية الصين الشعبية تحوي 25 ألف قناع، حيث تترجم هذه المبادرة جهود المحافظة في بناء علاقات بناءة مع الأقاليم والمحافظات ذات الاهتمام المشترك. وبهذه المناسبة شهد معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة بالمبادرة المتميزة لإسهامها في مكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، منوها معالي بأن تلك المبادرة تصب في تنمية وتطوير العلاقات البناءة والمرتكزة على مبادئ التعاون والصداقة والاحترام المتبادل، بما يندرج ضمن جهود جمهورية الصين الشعبية وتكاتفها العالمي لتخطي هذه الأوضاع الاستثنائية، مثنيا في الوقت ذاته على جهود الصين في التصدي لهذه الجائحة والتي لاقت إعجابا واسعا على المستوى الدولي بالتوازي مع جهود مملكة البحرين الرائدة في ذات المجال. ضمن جهود الإدارة العامة للمرور في تعزيز الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية لمستخدمي الطريق، نظمت الإدارة حملة توعوية في مجموعة من الطرقات الرئيسية والفرعية وبلغات مختلفة، وذلك لتوعية مستخدمي الدراجات الهوائية بأهمية الالتزام بالإرشادات السليمة والآمنة عند قيادة الدراجة لضمان سلامة قائدها وعدم إرباك الحركة المرورية، وذلك من خلال التقيد بالمسار الأيمن من الطريق وأخذ الحيطة والحذر عند تغيير المسار ومراعاة تباين السرعة بين الدراجات الهوائية والمركبات على الطريق. هذا وقد تم توجيه الإرشادات لمستخدمي الدراجات الهوائية من خلال تسليط الضوء على السلوكيات الخاطئة في الشارع وضرورة التزام سائق الدراجة باتباع إرشادات السلامة والتأكد من وجود إضاءات أمامية وخلفية، مع ضرورة ارتداء خوذة الرأس وواقي الأرجل والسترة العاكسة والحرص على قيادة الدراجة بشكل فردي ومتتابع الواحد خلف الآخر في الحالة الثنائية، مع مراعاة ترك مسافة أمانا كافية وتجنب استخدام سماعات الأذن مما يعيق السمع. هذا وأعلنت الإدارة العامة للمرور أنه ضمن جهودها في تسهيل الخدمات على المراجعين، فإنه بالإمكان استخراج رخصة تعلم السياقة قبل بلوغ سن 18 عاما بفترة شهرين، على أن يكون موعد امتحان السياقة بعد فترة
بعد بلوغ السن القانونية، ونوهت الإدارة أنه ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتقليل عدد المراجعين في الإدارة، فإن الأمر يتطلب أخذ موعد للحصول على الخدمة عبر تطبيق سكيب لاينو، وذلك للحضور وإجراء فحص النظر، ومن بعدها البدء في تدريب القيادة واكتساب المهارات اللازمة. أعلنت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة عن تمليل فترة استقبال طلبات المشاركة في مسابقة قصة بعدستي حتى 31 من شهر يوليو 2020، وبما يتيح المجال للراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة الرامية إلى تسليط الضوء على طبيعة المبادرات والمساهمات المؤثرة للمرأة البحرينية في التعامل مع تحديات الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد-19. وقد شهدت المسابقة منذ الإعلان عنها في 27 من شهر مايو الماضي اهتماما وتفاعلا كبيرا من قبل عدد من المصورين المحترفين والهواة الموهوبين من المواطنين والمقيمين من الجنسين، والذين أوضح بعضهم أن إنتاج محتوى متميز جدير بالمنافسة في هذه المسابقة من صور وخاصة فيديو يستغرق وقتا أطول، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجائحة. واستجابة لذلك قامت لجنة الشباب في المجلس الأعلى للمرأة بتمليل فترة المسابقة. وإلى طقس محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، إلى اللقاء.